بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الأربعاء اجتماعا مع ممثلين اختارتهم حكومته على اعتبار أنهم يمثلون حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تهز تركيا منذ أكثر من 12 يوما. وقد اعتبرت الكثير من الأحزاب أن هذا اللقاء وهمي، خاصة وأن الوفد المكون من 11 عضوا يتكون من الفنانين والفنانات والأكاديميين والمهندسين، ومن بينهم الممثل مراد علمدار. أما ميدانيا فقد عادت حشود الأتراك بعد ظهر الأربعاء إلى ساحة التقسيم وهم يهتفون صامدون يا تقسيم، وذلك بعد أن شهدت الساحة يوم الثلاثاء مواجهات عنيفة تمكنت على أثرها الشرطة من طرد المعتصمين لليوم 13 على التوالي. والساحة التي يتوافد إليها الأتراك في هذه الأثناء كان القوى الأمنية أزالت منها الأعلام واللافتات والحواجز وكل أثر يدل على أنها كانت مشغولة بالمعتصمين.